بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن هناك أساليب عملية لتركيز وتبيين الثقافة الإسلامية، ومن أهم الأساليب العملية لتركيز الثقافة الإسلامية هي الشعائر الدينية. وذكرنا أن هذه الشعائر الدينية أنها مهمة لأنها تضيف البعد العملي والتربوي إلى الجانب النظري، وهي إطار عام توحد جميع شرائح وطبقات المجتمع في الأمور المشتركة بينهم. في هذه الحلقة نتكلم حول جانب آخر من جوانب الشعائر الدينية. الشعائر الدينية إذا أريد لها النجاح والاستمرار ينبغي أن تتضمن على 4 عناصر، وهذه العناصر الأربعة متوفرة في جميع الشعائر الدينية الإسلامية. العنصر الأول البعد المنطقي. الشعائر الدينية يجب أن تكون متطابقة مع العقل ومع المنطق. أي شعيرة من الشعائر لم تكن تتضمن البعد المنطقي فإنه لا يمكن حث الناس إلى الالتزام بها، لأن الإنسان لا يرغب فيما يخالف العقل والمنطق، أو فيما لا يفهم فائدته ولا يفهم تأثيره. ولكن الشيء الذي له بعد منطقي، بمعنى أنه ينسجم مع عقل الإنسان والإنسان يلتفت بسهولة إلى فائدته وإلى تأثيره، فإن التزام الإنسان بذلك الأمر يكون سهلا. والشعائر الدينية الإسلامية جميعها تتضمن على هذا العنصر، أي البعد المنطقي. جميع هذه الشعائر تتطابق مع العقل وبينت فوائدها المنطقية والعقلية، وقد تطرقنا في إحدى الحلقات الماضية إلى أن جميع الأحكام الشرعية ذكر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكر عللها، فهذه العلل مذكورة أو الحكم في هذه الأعمال، مضافا إلى سهولة فهم هذه العلة أو الحكمة على الجميع. فالصلاة مثلا والصوم والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة وسائر الواجبات، وكذلك المحرمات، السرقة والقتل والزنا وما إلى ذلك من المحرمات، جميعها بينت عللها أو حكمها وهي واضحة وتنسجم مع فطرة الإنسان وعقل الإنسان.
فالعنصر الأول العنصر المنطقي أو البعد المنطقي، العنصر الثاني البعد الأخلاقي، أي تتضمن هذه الشعائر الجانب الأخلاقي، لا تجانب الصواب ولا تجانب الأخلاق، لأن الأخلاق من فطرة الإنسان، ولا يمكن لأي شيء يخالف فطرة الإنسان أن يستمر أو أن يقتنع الإنسان بالاستمرار فيه. ومن يقول إن الأخلاق هذه مقيدات للمجتمع أو للناس فإنه مخطئ، لأن الأخلاق حاجة ضرورية إلى الإنسان للإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتقبل الرذائل الأخلاقية. فقبح الخيانة مثلا هذا واضح لدى جميع البشر، وحسن الإحسان هذا واضح أيضا لجميع البشر. قد تكون بعض المفردات الأخلاقية خافية على بعض الناس في الوهلة الأولى، ولكن الفضائل الأخلاقية كلها بالتأمل تتضح لدى جميع الناس، وكذلك الرذائل الأخلاقية. فلا تجد إنسان، هذا الإنسان يعتبر مثلا أن الوفاء من الرذائل مثلا، أو لا ملزمة له، ولا تجد إنسانا يعتبر الخيانة أمرا غير مطلوب، وإنما الجميع حتى الفكر الشيوعي الذي لا يرتضي الأخلاق نظريا لكنه في الجهة العملية، ترى حتى حملة هذا الفكر يحسنون فضائل الأخلاق ويقبحون رذائل الأخلاق، وما ذلك إلا دليل على أن الأخلاق من فطرة الإنسان. هناك في بعض الأديان جانب من جوانب الشعائر الدينية ولكنها تجانب الأخلاق، لا يمكن تعميم هذه الشعائر أو حث الناس على الالتزام بها، وإن التزم بها بعض أتباع تلك الديانات لفترة من الفترات فإن هذه الفترة لا يمكن أن تتعدى إلى أن تكون فترة طويلة، وإنما قد تكون فترة مؤقتة حينما هناك غطاء على فطرتهم. وفي يوم من الأيام سيلتفتون إلى فطرتهم وسيتركون تلك الطقوس. في الشعائر الدينية الإسلامية جميع تلك الشعائر فيها البعد والعنصر الأخلاقي، يعني تنطبق مع فطرة الإنسان في الأخلاق، وجميع هذه الشعائر الدينية لا تجانب هذا البعد. البعد الثالث والعنصر الثالث من العناصر التي ينبغي ويجب أن تتوفر في أي شعيرة من الشعائر، وقد توفرت في جميع الشعائر الإسلامية الدينية، الجمال، لأن الإنسان بطبعه يحب الجمال، والإنسان يرغب إلى الجمال، وقد ورد في الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال. الجمال تناسق الشيء أو الصورة بحيث لا يكون هناك عدم تناسق في ذلك الشيء أو في تلك الصورة، وهو أمر ذوقي ومرتبط بفطرة الإنسان أيضا. كل إنسان يحب الجمال ويبتعد عن الأشياء القبيحة. الشعائر الدينية إذا كانت فاقدة لجانب الجمال فإن الإنسان يتنفر منها ولو بعد حين، لكن إذا هذه الشعائر كانت صاحبة جمال بمعنى أن تكون جميلة، فطرة الإنسان تميل إليها. نحن إذا أتينا إلى الشعائر الدينية الإسلامية نجد أن جميعها تتضمن عنصر الجمال. يعني مثلا نأتي إلى الصلاة، الصلاة في أركانها وأفعالها جميلة جدا، وخاصة إذا كانت صلاة الجماعة، كذلك سائر العبادات الدينية.
العنصر الرابع الذي يجب أن تتوفر أي يتوفر في أي شعيرة من الشعائر هو النظم والاستمرار، لأن الإنسان أيضا بطبعه يميل إلى النظم ويألف الشيء المستمر. الشيء إذا لم يكن مستمرا فإن الإنسان لا يألفه، ويكون من الصعوبة بمكان عليه أن يفعل ذلك العمل أو يصاب بالنسيان. ولكن الشيء المستمر والشيء المنظم فإن الإنسان بطبعه وفطرته يميل إلى ذلك الشيء. هذه العناصر الأربعة إذا توفرت في أي شعيرة من الشعائر فإن الإنسان لا يكون لديه صعوبة في الالتزام بتلك الشعيرة، يعني العنصر الأول وهو البعد المنطقي، والعنصر الثاني وهو البعد الأخلاقي، والعنصر الثالث وهو بعد الجمال، والعنصر الرابع وهو بعد النظم والاستمرار. في الحقيقة الشعائر الدينية الإسلامية التي هي البعد العملي لمنظومة القيم النظرية الإسلامية، هذه الشعائر فيها روح، ولذا من يريدون أن يفقدوا هذه الشعائر روحها يحاولون تحويل هذه الشعائر إلى مجرد طقوس خالية عن الروح. وإذا حولت هذه الشعائر إلى طقوس مجردة خالية عن الروح فإنه يصعب على الإنسان الالتزام بها، لأنها تفقد البعد المنطقي وتفقد البعد الأخلاقي وتفقد الجمال وتفقد النظم والاستمرار، يعني تفقد جميع العناصر التي ترغب الإنسان في الالتزام بهذه الشعائر. ولذا نحن نشاهد أنه مثلا إذا أتينا إلى أرض الواقع، من أهم ما يرتبط بشعائر الإنسان المسلم والشعائر العملية التي ينبغي عليه أن يلتزم بها مثلا القرآن قراءة وتلاوة وحفظا وتفسيرا وترجمة وما إلى ذلك ما يتعلق بالقرآن الكريم. نحن نشاهد أنه في كثير من الأحيان هناك محاولة لسلب الروح من قراءة القرآن، بمعنى أن الإنسان المسلم حينما يقرأ هذا القرآن يقرأ هذا القرآن مجردا عن أي روح يمكن أن تؤثر في هذا الإنسان. أو بالنسبة إلى الصلاة، مع أن الصلاة هي عمود للدين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هناك محاولة في تحويل الصلاة إلى مجرد طقس، وهذا الطقس إذا فقد الروح فإنه يتحول إلى أمر ثقيل على الإنسان، لأنه كما ذكرنا إذا الشعيرة لم تتضمن هذه الأبعاد الأربعة أو سلب منها هذه الأبعاد الأربعة فإنها تتحول إلى أمر صعب على الإنسان الالتزام بها والمواصلة والاستمرار فيها. مثال آخر الحج. الحج الله عز وجل في القرآن يقول ليشهدوا منافع لهم، منافع مادية ومنافع معنوية. هناك محاولة لإفراغ الحج من مضمونه. المنفعة المعنوية في الحج اتحاد المسلمين، ارتباط المسلمين بعضهم بالبعض الآخر، اطلاع الإنسان على أخبار الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الاطلاع على أحوال المسلمين في كل مكان من شرق الأرض وغربها، التآلف بين المسلمين، تقارب كلمة المسلمين، الابتعاد عن ما يثير الفتنة والتفرقة. هذا الأمر موجود في الحج بصورة جلية وواضحة. هناك محاولة لسلب هذه الروح من الحج وتحويل الحج لمجرد طقوس تأتي وتعمل بعض الأعمال بدون أن تستثمر هذه الأعمال فيما ينفع دينك
ودنياك. هذه الحالة تحويل الحج إلى مجرد طقوس، وسلب الروح من الحج هذا يؤدي إلى فقدان الإنسان للمنافع الموجودة في هذه الشعيرة الإلهية المهمة. ولذا ينقل أن أحد كبار المستعمرين حينما كانوا يخططون لتضعيف المسلمين، وكما نعلم أن الاستعمار أو الاستكبار يحاول السيطرة على بلاد المسلمين وأيضا السيطرة على عقول المسلمين وسلب المسلمين الجوانب القوية في دينهم، لأن تلك الجوانب القوية هي التي تعطي القوة للمسلمين فيتمكنون من أن يؤثروا في العالم وينشروا دينهم وينشروا كلمة الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الجوانب أو جوانب القوة في المسلمين؟ بعد ما درس هذا الشخص أو وهو في أكثر من 100 سنة ماضية قبل قرن تقريبا أو أكثر، وجد أن أهم نقطة قوة للمسلمين أمران. الأمر الأول القرآن الكريم، لأنه يوجد الحيوية في المسلمين وهو محرك قوي للمسلمين لما يتضمن من حياة المسلمين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأمر الثاني الحج، لأنه يوحد المسلمين ويزيل الفوارق بين المسلمين ويقرب بعضهم إلى بعض ويطلع بعضهم على البعض الآخر. فقال في وقته إنه إذا تمكنا من سلب القرآن والحج من المسلمين فإننا نتمكن من السيطرة عليهم. وبالفعل يعني بسبب ضعف المسلمين وعدم اعتنائهم، ودائما الاستعمار هو نتيجة وليس سبب، بمعنى أن الإنسان حينما مثلا يتمرض، المرض سببه ضعف مناعة جسم الإنسان، والجراثيم تستفيد من هذا الضعف في مناعة جسم الإنسان فتنتشر في جسمه، والاستعمار هو نتيجة وليس سبب، نتيجة ضعف المسلمين. فاستفاد من ضعف المسلمين، وهناك محاولة حثيثة لتحويل قراءة القرآن إلى مجرد طقوس فارغة عن المضمون، بدون أن يلتفت المسلمون إلى الأبعاد السامية في القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة للحج، محاولة لتحويل الحج إلى مكان لفرقة المسلمين بدل أن يكون مكان لوحدة المسلمين. فمثلا نشاهد أن بعض التكفيريين مثلا سيطروا على البقاع المقدسة، وهناك يتهمون الناس بالشرك والكفر والتضليل والتفسيق وما إلى ذلك. فتذهب إلى المدينة المنورة مثلا وتجد أن البقيع مهدم، وفي الوقت نفسه هناك قبة سامية تعانق السماء على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الله عز وجل أراد أن يفضحهم في هذه القضية. إذا البناء على القبر بدعة أو حرام أو شرك، فلماذا هناك بناء على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذا ليس ببدعة ولا حرام ولا شرك، فلماذا هدموا قبور الأئمة وزوجات الرسول والصالحين في البقيع الغرقد؟ فالمقصود أنه حينما يذهب المسلم هناك يسمع كلمات التضليل والتفسيق والشرك والتفرقة بين المسلمين ومحاولة فرض منهج واحد على الجميع، وهذا المنهج الشاذ الذي يفر منه أغلب المسلمين، محاولة فرضه على هؤلاء ومنع على هؤلاء المسلمين ومنع أي شخص من التبليغ بشكل صحيح وبيان بشكل صحيح. يعني تحويل الحج
من مكان إلى ألفة المسلمين إلى مكان إلى تفرقة المسلمين. فالخلاصة أن هؤلاء تمكنوا أن يستفيدوا من ضعف المسلمين عبر تحويل قراءة القرآن إلى مجرد طقس، تحويل الحج من المنافع العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحج إلى مجرد طقوس أو إلى مكان يحاولون التفرقة بين المسلمين بدل أن يحاولوا الجمع بين المسلمين والمؤمنين. فخلاصة الكلام أن الشعائر الدينية الإسلامية هذه تضيف البعد العملي إلى القيم النظرية، وتستجمع هذه القيم في هذه الشعائر. ونحن لو أردنا أن نعمم الثقافة الإسلامية وقيم الثقافة الإسلامية ينبغي أن نركز على تنمية الشعائر الدينية: الحج، الصلاة، الصوم، المساجد، القرآن قراءة وتأملا وتفكرا وما إلى ذلك، نعمقها في صفوف المسلمين لا مجرد طقوس وإنما شعائر مع روحها ومع البعد المنطقي والجمال التي فيها وسائر الجوانب كالجانب الأخلاقي الموجودة في هذه الشعائر أجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.